الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ثم ما بعد، هؤلاء مفلسون يوم القيامة، نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم. مفلس يوم القيامة رغم أعمالهم الصالحة. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ فالصحابة قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. خلي بالك، يوم القيامة يوم قال عنه الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. خلي بالك إن الصيام والصلاة والزكاة دي أعمدة الإسلام، أعمدة الدين. ده رجل يأتي يوم القيامة بصلاة أحب الأعمال إلى الله، صيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، زكاة من أجل الأعمال إلى الله عز وجل وأحبها إلى الله عز وجل. طب ليه مفلس؟ ده معاه يا رب صلاة ومعاه صيام ومعاه زكاة. اسمع: يأتي مفلسا يوم القيامة ويأتي وقد، اسمع، شتم هذا، ظلم للعباد، أكل مال هذا والأموال. نسأل عنها يوم القيامة. المال ليه سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. وذكر صلى الله عليه وسلم عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ده رجل ياما أكل أموال الناس بالباطل، ياما أكل أموال يتامى ظلما، وربنا قال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اسمع: ويأتي وقد ضرب هذا، استطال بقوته على الضعفاء والمساكين. في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقول الله عز وجل: كوني ترابا. يوم في الدنيا كانت في شاة لها قرون، استطالت واستعظمت بقرونها على شاة ضعيفة جلحاء ليس لها قرون. فمنتهى العدل الإلهي يوم القيامة أن يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اسمع: يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. وسفك الدماء كبيرة، من أكبر الكبائر. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب كل المظالم دي راحت؟ لا. فيأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. اسمع: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات صاحبهم، أي من سيئات الذين ظلمهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح بها في النار عياذا بالله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.